دكتور بيجاموف، أهلا وسهلا بك إلى هذا الحوار. كيف تفهم روسيا هذه الخطوة الأمريكية التي اتخذها الرئيس بايدن بمعزل عن مصلحة الحلفاء؟ وهناك ثمة اعتراضات من ألمانيا قالوها بوضوح، غير جاهزين الآن لقطع واردات الطاقة الروسية. نعم أستاذ علاء، أهلا بك يا وبضيفتي مرحبا. من واشنطن. أود أن أقول أنه كان من المفروض على الأمريكيين حتى للحفاظ على ماء الوجهة أن يتخذوا هذا القرار، لأن في حين يضغطون على الدول الأوروبية ويطلبون فرض العقوبات على روسيا، خلال السنوات الأخيرة الماضية الإحصائيات تقول أن التجارة الخارجية بين روسيا والولايات المتحدة تزداد وترتفع. إذن هناك يعني ازدواجية في التعامل مع روس، وأعتقد أن هذه خطوة يعني بمثابة يعني فرض الأوامر الاقتصادية على الاقتصاد. هذه السياسة كانوا يمارسونها في الاتحاد السوفيتي، كان أحد أسباب من تدميره يعني السيطرة على الاقتصاد بأوامر. اليوم نحن في العالم الليبرالي وروسيا في منظمة التجارة العالمية يستخدمون السياسة، يفرضون السياسة على الاقتصاد. إذن يعني هي في الآخر يعني من الآخر هي العلاقة بين المشتري وبين البائع. أمريكا لا تريد تشتري من روسيا، هذا حقها، يشتري في مكان آخر، السوق موجودة، وروسيا تبيع في مكان آخر. ليس بسهولة أن تتغير كل هذه الأمور. أما هذه القرارات العشوائية قد أولريدي وضعت يعني النفط اليوم يعني وورلد يعني غرب تكساس الوسيط ارتفع، برينت ارتفع، وهناك بعض الأحاديث أنه حتى إمكانية الارتفاع إلى $300 للبرميل. طبعا أنا لا أصدق إلى ذلك، وربما لا تعود الأمور إلى هذا النحو، ولكن مخطئون لماذا الذين لا يفكرون تصدق أن دكتور الاقتصاد بيجاموف؟ الروسي سينهار. فقط اسمح لي هنا، تقول إن سعر برميل النفط أنا لا يمكن أن يصل إلى $300، ولكن اسمح لي أن أورد لك ما قاله السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي. هو قال بأن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى هذا الحد إذا ما حظرت واشنطن وأوروبا واردات الخام من روسيا. نائب رئيس الوزراء يقول هذا. أدري أنا صحيح كنت أقصده، مع كل الاحترام لنائب رئيس الوزراء، ولكن أعتقد أن كان نوعا من المبالغة في كلامه، ولذلك قلت رأيي الشخصي. يعني هناك آراء أخرى طبعا، لأن هناك لازم أن نبحث ونحلل الطلب والأرض وجميع العوامل الاقتصادية الأخرى. هو ربما قال يعني الكلمة يعني في يعني كتعبير يعني ك يعني تعبير لغوي، مثل ما زميله قالت لنا جي دي بي روسي تساوي جي دي بي نيويورك. هو صح، يساوي جي دي بي نيويورك من حيث الطريقه معينه للحسبه، ولكن هناك حسبه اخرى التي تأخذ في عين الاعتبار القدرة الشرائية. إذا نحسب الجي دي بي أو الناتج المحلي لروسيا ما الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية روسيا في المرتبة السادسة. إذن هناك المبالغة في ولكن الكلام ولكن دائما، الجي دي نحن بي على مستوى الولاية مجمل ولا الناتج أكده. المحلي